80 في كل ما كيتعلق بكيفية العناية بأطفالكم. أهلا بك دكتور. سؤال تقول اليوم توصلنا به عند مستمعة مريم من أكادير، كتقول عندي ولدي زايد في الوزن شوية مقارنة مع الأطفال اللي في السن ديالو، وهذا الأمر مخوفني بزاف. يعني هذيك زيادة في الوزن واش ممكن تأثر على الصحة ديالو؟ وعنده عامين. عنده عامين. دابور يفو دابور هذا المشكل خطير، مشكل زيادة في الوزن، زيادة في الوزن تكون بحال لوبيزيتي، مشكل تاع وزارة الصحة ماشي غير المغربية، وزارة الصحة العالميه. حيت دابا بلينا كنشوف حتى في المغرب هذا المشكل، كان مشكل في الدول الناميه بحال الامريكان بحال فرنسا بحال المانيا. دابا هذا المشكل اللي كنتعرضوا له حنا الاطباء في الاطفال، كنشوفوا الدراري تاع عامين الوزن تاعو بزاف. دابا يفو دابور سيتوي سي كوا سي كان الوزن السمنه ولا الوزن الزائد. الزائد يعني كنشوف لونفون كنقلبو كنشوف الوزن تاعو كنشوفو لا تاي تاعو الطول تاعو، تنديرو في واحد لا كوب لي كوب عندنا حنايا دي كوب بيان، كنشوفو الطول مع الطول الوزن تاعو كنشوفو واحد تنديرهم في واحد لي كوب واحد لي كوب، كنشوف الوزن تاع لونفون زايد بزاف على النورمال، على سكنا بحنا لو كولوار فيزيولوجيك فايت هذاك الكولوار المعدل العادي دونك تكون اوبيزيتي. دونك كنشوف واش عنده مشكل دابا، واش مشكل ما عندوش مشكل نورولوجيك ولا مشكل مورفولوجيك ولا بروبليم كروموزوميك داكور، دونك سي تقلب هذا لونفون هذا داكور. الا كان ما عنده حتى شي مشكل غير عنده زايد زايد في السمنه، كنشوفوا دابا اش كيعطيو هذا الطفل هذا باش واش خدم الرضاعة الطبيعية ولا الرضاعة الاصطناعية. كنرجعوا دابا للرضاعة الطبيعية مهمة بزاف، ما كتعطيش مشكل تاع السمنة، ما كتعطيش مشكل تاع ليكسي دو بوان. اش كياكل بعدا، واش الماكلة عنده تنظم، واش ياكل كمية ولا لا كاليتي ولا كونتيتي، واش كياكل تنديروا واحد الجدول تاع الماكلة تاعته. كيما قلت لك هذا المشكل تاع لوبيزيتي وهذا السمنة سامبون غراب، يلفو كون نو لي بيدياتر لي ميدسان جينراليست ولا لي زوندوكرينو يلفو كون زعما سامبون خصنا نتحدو باش هذا المشكل هذا ما نطيحوش فيه حنايا. سيرتو حنا عندنا سيتير كنشوف واش وقع في امريكا واش وقع في فرنسا، سان بروبليم دو سونتي بوبليك، باسكو من بعد هاد الدراري اللي تيكونوا غلاد غادي يحطوا لنا مشكل بار لا سويت، يكون عندهم مشكل تاع الضغط الدموي يعني التونسيون السكال الكوليسترول القلب. عندك الخمول في الدراسه يعني ما كتبقاش عنده قدره على التركيز حتى سيكولوجيكمون سيكولوجيكمون تيكون الطفل من بعد ما ترجع ادولت تولي شويه مخبات تيبقاش يخطر مع الدراري ما يقدرش يهضروا معاه يعني سا غوتونتي سور ميم سور سيكولوجيكمون د لونفون. دونك هاد المشكل هذا خصنا نحاولوا مع الام حنا لي بيدياتر حنا الاولين اللي معرض المشكل اطباء الاطفال غنرجع عاوتاني السكر والملح. عشان بغيت نقول لك يعني الملح والسكر دائما كنت كتاكد من أكد يعني دائما حيت السكر بوكو حنا ونيفيت السكر في الماكله تاع الطفل على 6 شهور، حيت السكر سي بور ايفيتي لوبيزيتي بور ايفيتي هذا السمنه بور ايفيتي الملحه بور ايفيتي بروم تاع التونسيون اي بور ايفيتي السكر اوسي بور ايفيتي بروم تاع كاري دونتير باسكو هذا المشكل تاعو تاع الاسنان تاعو يقدر ياثر عليه. لانه دابا تخيلنا معاك دابا ملي شرحتي لنا على انه دائما حتى في حلقاتنا اللي فاتت كتاكد على انه من الافضل نعطيو وليداتنا من ابتداء من 6 شهور يعني ماكله اللي هي ما فيها لا ملح لا سكر، من الافضل باش يذوق الماكله كيف ما هي. الا تخيلنا دابا دكتور بانه نعطيو الوليد مثلا بنيته من 6 شهور وهو حنا غادي يعني يوصل عامين 3 سنين ودائما كياكل الماكله فيها شويه الملح وشويه السكر، يعني اما ما غادي يتزاد في الوزن ديالو اما غيعطي مشاكل صحيه. 100% غنلقاو ان اونفون كياخذ اللي عطينا ان اونفون دو 6 موا عطينا الملح والسكر من لاج دو 6 موا لاج دو 4 5 ans نلقاو ان اونفون كي اوبيز et qui a un problème de carie dentaire et probablement qui pose un problème de tarte de mime بعد. Donc هذه l'obésité je pense حنا nous les pédiatres تبع الاطفال يعني خصنا نوعيو الام سوتو الام نوعيوها نقول لها السكر تحيد ما تعطيش السكر لولدها ما تعطيش الملحه والماكله تكون منظمه وما تعطيش سوتو ما تعطيش هذيك الماكله تاع اللي كناكلو حنا لي زادولت يعني الدري الطفل خاصو ياكل الماكله خاصه ذاته. وكنأكد على المشكل تاع لوبيزيتي سي ان بروبليم دو سونتي بوبليك يعني هاد لونفون ملي يرجع ان شاء الله شاب راه غادي بابوزي بروبليم تاع سونتي بوبليك مشكل تاع القلب خاصو سا با كوتي ترو شير بور لا سوسيتي. من الاحسن نفيدوا هادشي ونسونسيبيزو يعني تكون واحد التوعيه الام الملحه والسكر بلاش. شكرا لك دكتور، نتلاقاو غدا مع نصائح.